نحن في البث المباشر يا اخوي حامد، لحظات قليلة. سلام. الشباب المرارات يرد، قلت لي الشباب المرارات يرد الصورة، لم تشتبه الشباب كذلك المرارات يرد الصورة. ونشعلوا الضوء سي حميد، قلتلك شعلت الضوء ديال التليفون ماشي على ماشي باش ما ماشي مشكلة، ماشي مشكلة. إذا تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال. واحد اللايف اللي مستحيل ما يبكيش، يعني اللي غيشوفوه بطبيعة الحال حميد شاب في الثلاثينيات من العمر ديالو، في ريعان الشباب، 35 سنة، كان خدام على راسو، على والدي، على عائلته، ما بيه ما عليه. حتى لواحد النهار تنازل مع واحد الشخص على البلاصة ديالو، بعد هاد السيد في تصرف الصبياني، في تصرف ديال السرعة، ردت فعل يعني كانت عنيفة. السيد هاد الشخص غديلو على حميد لما القطع، ومن هداك الوقت حميد غادي يمشي يولي عويناتو، تسبب ليه في الأعمى مسكين، خلاه إلا ما جاش اللي يقيدو ما غيتحركش. حميد ما يقدرش يمشي في الشارع لما كانش عنده العصا، ولا لما كانش عنده اللي يقيدو ما غاديش يتمشى، لأنه ما بقاش يشوف حتى حاجة، كيف ما تنقولو 0% ما بقاش عنده، يعني حتى داك الخيال باش غيخيل ولا شي حاجة ما عندوش. حميد فاش غادي يحكي لكم القصة الصادمة ديالو، اقسم بالله تقدروا تعاطفوا معاه، لانه شاب طموح باغي يعيش في الحياة، باقي كيطمح لما هو افضل. حميد لعل مباشرة اخويا، تفضل. اه خويا اش نقول لك؟ السلام عليكم. السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغاربه، خارج الوطن داخل الوطن. عندي واحد المشكل من اسم ديالك اخويا؟ حميد المريني، مشكل العمر ديال حميد المريني، ولد 88، 35 عام، فين كنت ولد؟ 35 عام، ساكن في ولاد عياد بلي ملال. ولد عيد قرب واه سيارة. واخويا وقع لي واحد المشكل من 2019، كنت خدام على راسي، خدام على والديا، بيع وشري في الخضره، تمشي للسويقات وهادي وهادي، من سوق لسوق. وداك النهار دحس مع واحد على البلاصه بحال هكا، فرقونا الناس، مشى جاب الملقاطه خواليا على شنو عينيا، السوق فين دحستي معاه؟ خميس بن عياط، وجاب الملقاطه، غرف ديال الملقاطه، عيط عليا وخويا على عينيا. دابا من 2019 كنت متبع في الدار البيضاء في 20 غوش، وقبو صيفطوني دابا، قال لك هو غتمشي لفرنسا، قال لك زرع القرنية تحرقات، هاد الملقاطه حرق لك العروق، قال لك والو دابا غنصيفطوك الشيخ زيد، ما ربنا يردوا لك واحد شويه حميد انت زرع. بقى ليك المشكل شمن عام؟ 3 في شهر 10 قبل كورونا 2019، 2019 واه دابا داخل في 4 سنين. 5 سنين، خمس سنين 5 سنين فاش وقع لي المشكل دابا. ودابا دابا باقي متبع، دابا الدواء ما بين 16000 17000، تنضرب دابا شهرين، تنشوف خوتي المغاربه يتعاونوا معايا ويشوفوا محالي، اللي شافني جمعيه طبيب، اي واحد شافني يشوف محالي، قول لي شنو كاين دابا، انا ما بغيت والو، بغيت على وينات، بغيت شي واحد اللي يتحمل العمليه وصافي. تنطلب خوتي المغاربه هادشي اللي نقول. حميد اه بالنسبه دابا 4 سنين ولا 5 سنين وانت ما كتشوف شكون تيقيدك والو، كتمشي لا كاين شي واحد هكا، صاحبي، صحابي، ومن حدا الدار اذا كان شي واحد بحال هكا خارج تيديني القهوه، تنريح شويه مع الدراري القهوه، يا وليت انت غادي تديني شي واحد بحال هكا نطلبه وتديني حتى للدار، اش بيد ندير؟ ما عندي ما ندير، حمدك الله وشكرتك على المقدر ديال الله، قدروا عليا الله، ما عندي ما ندير. باقي كتخدم حميد؟ لا شنو والو، كدير؟ ما والو، ما خدام، ما كاين خدمه دابا. دابا انا الدواء دابا واحد في هذا الدواء واحد فيه، وتنمشي دابا راك عارف كونترول، خاصني دي 60 فرانك 50 فرانك، هذه هي كونترول بلا شحال الدويز ديال غيره؟ الطبيب، ولا الرباط الشيخ زيد، واه الرباط، وعادة ندوز راك عارف دويزة، وراك عارف المركوب، وعارف المشاكل. ايوا اش نقول لك، اللي شافني و
شافني في هذه الحاله هذه وفهم حالي وصافي وفهم حالي وصافي شوف حالي. حميد اه كنت خدام كتكون خدام في كنت خدام اه كنت خدام على والدي كنت بيا في شريه خضار تمشي السواق تمشي السبت تمشي الخميس واه والحمد لله ديك الساعه اللي كانت صح يصرف على والديك حميد ودابا كاين الله سبحانه من غير الله صاحبي كذاب الشيء اللي غنقول لك من غير الله كذاب الشيء الحمد لله ونشكر كتحس باللي ضعتي وضع والديك معاك واخو واش نقول لك تغيرت عندي الحياه بزاف الشيء اللي غنقول عندي ما نقول بعد ما كنتي كتعطي وليتي كتمد يدك ايوا الحمد لله اش بدير ما عاد بنادم ما يدير داك الشيء قدر ديال الله ما عندك ما دير صافي اللي قدر عليه الله شي مكتوب ما عنده ما يدير واللي شافني دابا في هذا الفيديو راه الله يرحمكم الوالدين وصافي خارج الوطن داخل الوطن خوتي المغاربه خواتاتي المغاربه اللي شافني يعيط عليا في هذه النمره وشكرا الله يرحم والديك. شنو قالوا لك حميد دابا فين وصلتي؟ اه دابا ما قالوا لي والو دابا الكونترول ما عمرو عطاني 6 اشهر تعطاني 6 اشهر دابا كان تيعطيني قالوا لك باش واش عطاوك شي امان باش يرجع لك الشغل؟ الامان كاين وانا دابا هما قال لك زرع القرنيه قالوا لك خاصك زرع القرنيه قال لك دابا الماء القاطع اثرك على العروق واخا قال لك زرع القرنيه حميد فين غديرو؟ زرع القرنيه قال لك اما دار لك في الشيخ زيد اما تخرج على برا صافي كاينه هاد العمليه كاينه في المغرب كاينه اه قال لك ما بين 20 مليون 24 مليون 20 مليون عول عليها زرع القرنيه وما خليتش فين مشي الشيخ زيد هما اللي تيعرفوا هاد العمليه بوحدهم زرع القرنيه ما تيديروهاش طبا كاع سير لمراكش سير لفاس فين ما مشيتي كاينه هي قضيه قبل البث المباشره حميد هي بانه زرع القرنيه قالوا لك فرنسا ولا امريكان ايوا فرنسا ولا امريكان هي تجي امريكان هي تجي ملكة وما كاينش اللي تستعملها من غير الشيخ السويسي الشيخ زيد اصطناعيه وكاينه اصطناعيه وكاينه ديال بنادم قال لك وما كاينش الطبيب اللي تيديرها من فوت سميتو الشيخ زيد في الرباط الا فتي الشيخ زيد ما ديرها اما الشيخ زيد اما تخرج على برا صافي الشيء اللي كاين قال لك اما فرنسا اما امريكا واش حال طلبوا لك فيها الثمن؟ قال لي اول ما بين 20 24 باش تطلع لك العمل 20 ريال 20 مليون اسي محمد 20 مليون وعدتك انت 20 مليون وكون عندي 20 مليون بغيت نعيط عليك عندي 20 مليون ما نعيطش عليك انا كاع ايوا الحمد لله الحمد لله ما عندنا ما ندير والله شي مكتوب ديال الله ما عندنا ما ندير مدناك الله وشكرنا اش كتطلب من الناس حميد اللي كيشوفوا وانا تنشوف المحسنين خوتك المغاربه وانا خوتي المغاربه انا ما بغيت والو انا بغيت غير شي واحد اللي يدير لي العمليه صافي تنطلب انا العمليه صافي وقف معايا شي خويا خوتي المغاربه كاملين تنشكرهم خارج الوطن داخل الوطن اللي شاف حالي انا تتشوف كل شيء دابا انا تنبان لكم شحال من مره حميد اللي بغيت يتواصل معاك اللي بغيت 0 0659 83 95 98 عاود لنا الرقم حميد 0 659 83 95 98 اش كتقول للمغاربه اه المغاربة تنشكرهم ماش بين نقول ما عندي ما نقول المغاربة تنشكرهم وصافي كطلب منهم يدي المساعدة اه تنطلب منهم مساعدة وصافي حالتي راه شافوها ما عندي ما ندير الشيء اللي كاين وقلنا لهم واخا خويا حمد مرحبا عطيني خويا العزيز عطيني الميكروفون إذن متابعينا مشاهدنا الكرام كيف ما سمعتوا الحميد كيف ما شفتوه وهو مازال كتشوفوه حميد واحد الشاب طموح 35 سنة باقي في الريحان ديال الشباب ديالو حميد كان يعني تزوج عائلة عنده والديه كيصرف عليهم حميد كان واحد الشاب اللي خدام على راسه يعني ما كيحتاج حتى واحد ما كيمدش يدو لشي واحد ولكن حميد ما بين ليلة ونهار واللي عوض وبدل ما يعطي لوالديه ولا هو كيمد يدو لوالديه والناس صحابه والناس اللي كيعرفوا حميد تيبقى واحد الشاب اللي محتاج اليد العون والمساعدة منكم بطبيعة الحال لأنه ولا تيقول بغيت غير ضوع ويناتي بغيت غير نشوف مرة أخرى منين أطباء عطوني أمل عطاو أمل وقالوا لي خاصك زراعة القرنية تيقول بغيت غير عويناتي يرجعوا لي ولو غير عين واحدة فقط ترجع لي نشوف بها إذن كيف ما سمعتوا الأخ حميد متابعينا مشاهدنا الكرام في حالة ديال تطلب يد المساعدة منكم بطبيعة الحال الرقم اللي عطانا حميد هو وداك 0659 83 95 98 اللي بغى يتواصل ولا يساعد حميد هذا هو الرقم الهاتفي ديالو
الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. تحيات اخوكم طارق دائما، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.